كوره، كلام كتير عن الاهلي والمنتخب والكره اكيد العالميه. نورنا الاستاذ احمد اشرف الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا. صباح النور عليك. صباح الفل عليك. صباح النور عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. البدايه عندك ولا عندي؟ والله تعالى نعمل اتفضل. طبعا يعني ابدا معاك في البدايه. يمكن كلنا بنتكلم بشكل عام عن الدوري الاوروبي، عن الليجا، على الكالتشو، على كل طبعا الامور الخاصه بكره القدم، لكن البدايه عندي لابد ابدا معاك بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو الفتره القادمه عنده يعني مباريات تحديات كبيره جدا. شايف ازاي الاول مباريات النادي الاهلي في الدوري والفوز على المصري برباعيه في انطلاقه الدوري؟ يمكن زي ما اتكلمنا على كلين شيت، بنشوف انطلاقه النادي الاهلي ازاي؟ انا شايف ان انطلاقه النادي الاهلي كانت انطلاقه قويه، بغض النظر طبعا عن المباراه الاولى قصاد اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. الاداء ما كانش قد كده، لكن في تطور، في تطور مباراه عن الثانيه. النادي الاهلي بيقدم مستويات مميزه جدا مع مستر كولر. شايف ان في تفوق هجومي كاسح للنادي الاهلي. يمكن احنا بنتكلم في الخمس ماتشات الاخرانيين الاهلي مسجل 17 هدف، ودي نسبه كبيره جدا. الناحيه الدفاعيه مميزه جدا. اي نعم في المباراه الاخيره قصاد الاسماعيلي كان في بعض التحفظات على مستوى الدفاع للفريق شويه، لكن الاهلي بيقدم بدايه قويه في موسم مليء بزخم مباريات في مختلف البطولات. يعني الموسم ده تقريبا هيبقى موسم استثنائي بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للنادي الاهلي. اللعيبه الدوليه الله يعينهم بصراحه الفتره اللي جايه. ده كالعاده كل موسم بنقول نفس لا الكلام. الموسم ده اكتر كمان، يعني في بطوله الدوري الافريقي وفي كاس امم افريقيا، فهتبقى الامور صعبه شويه وزحمه قوي يعني. بص، خلينا نتكلم شويه على نقطه معينه. هل بتشوف ان الموسم ده حتى وان كان فيه ضغوطات اكتر بفكره كمان اضافه بطوله جديده زي ما احنا عارفين وغيره، ربما برضو مش هنلاقي نفس النتائج السلبيه اللي شفناها على مدار المواسم اللي فاتت؟ لان انت عندك دلوقتي كولر بقى يعمل فكره التدوير بشكل كبير، فده هيؤثر ايجابا. وتاني حاجه بيدي فرصه كمان للي عندك اللي هو بيصعد لعيبه وبيعتمد على لعيبه ربما كانش ليها فرصه قبل كده ان هي تشارك بشكل اساسي. وعندك ثالث حاجه كمان مدرب الاحمال اللي هو قدرت ان انت دلوقتي تلمس، لا الراجل ده بجد بيعمل شغل الراجل محترم. ده جندي مجهول بصراحه. بالظبط، مفيش اجهاد على اللاعب حتى لو انت بتتكلم على الدقيقه الاولى ال 90 بلس، بتشوف تالق غير عادي، بتشوف لعيبه بتلعب في مراكز كمان مختلفه وبتتالق في هذه المراكز، تشوف بدل سكواد اثنين. فكل دي امور ربما حتى لو انا بتكلم عن هو موسم اصعب، بس ربما النتائج مش تبقى وحشه على النادي الاهلي او الضغوطات زي المواسم اللي فاتت، لو انت تتفق معايا. اكيد اكيد طبعا. يعني انا شايف ان الموسم الناجح الاستثناء اللي عمله الاهلي الموسم اللي فات بنحصد ثمار الموسم ده في الموسم الجديد، وباذن الله هيبقى موسم اقوى كمان. يعني انا شايف اضافه العناصر الجديده زي امام عاشور، رضا سليم، وطبعا اي نعم الصفقه الجديده موديست لسه طبعا ما قدمش افضل مستوياته، لكن انا شايف ان الاضافات الجديده هتضيف للفرقه اكتر. الفريق هيبقى اقوى على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي باذن الله. يمكن توفيق ربنا نهاردة ما بيبقى مع لعيب بيبقى يعني امر مهم جدا، وتحديدا كوكا. يعني كوكا الاول انا عايز اخد تقييمك بشكل عام لكوكا على ادائه الفتره اللي فاتت. احنا لسه بادئين، لكن هو الحقيقه بيطور من نفسه بشكل كبير. وبعدين زي ما بقول لك ربنا كافئه، لان ما حدش كان يتوقع اصابه امام يعني. وبعدين اصابه تاخد اسبوع و10 ايام، يعني مش كدمه سريعه او كده. شفت ازاي اداء كوكا وشفت ازاي وجوده في منتخبنا الوطني؟ انا شايف ان كوكا يعني مش الفتره دي بس، كوكا بداياته وحتى بداياته مع موسيماني كانت بدايات مميزه، حتى لما كان بيلعب في مركز غير مركزه في مركز الباك ليفت. بقت فتره بسبب طبعا الزحمه اللي في التشكيله، وبسبب ان في عناصر كتير في مركزه. رجع تاني مع كولر. كولر حتى استخدمه في الموسم اللي فات، لعبه مباراه الزمالك وكانت اول مباراه ليه في الموسم، عمل مباراه هايله. لعب مباراه المقاولين العرب بعد كده وخد افضل لاعب في المباراه. لا يعني بيتطور، هو شغال على نفسه بشكل كويس. الناس استغربت ان في زحمه في نص الملعب، ومع ذلك الراجل مصمم عليه، ما فكرش ان هو يطلعه اعاره او حاجه. بيلعب مكان مروان عطيه. مروان عطيه مستواه قل شويه في بدايه السيزون، فبيدي كوكا الفرصه. كوكا بيمسك في الفرصه بشكل كويس جدا وبيأدي بشكل رائع. انا شايف ان هو مكسب كبير. احنا بنتكلم ان احنا لعبنا 6 ماتشات، كوكا لعب 288 دقيقة من 540 دقيقة، ودي نسبة كبيرة. هو من أكتر اللاعبين مشاركة، فأنا شايف إن هو من مكاسب الفريق السنة دي، وهيعتمد عليه كولر بشكل كبير.